مرحبا أصدقائي، سنتعرف على الأسئلة التي تطرح دائما بشكل متكرر في مباراة التعليم الأولي في الشق الشفوي. قبل أن نكتشف هذه الأسئلة، يجب علي أن أجيب بعض الإخوان أو بعض المترشحين الذين يسألون عن أسئلة يعني سهلة بسيطة جدا. هل سأجيبهم باللغة العربية أم باللغة الفرنسية؟ اسمع سي محمد، إذا سألك بالعربية جاوبه بالعربية، سألك بالفرنسية جاوبه بالفرنسية، سولك بالدارجة جاوب بالدارجة، سولك بالأمازيغية أجب بالأمازيغية. بوان فينال، يعني ما تزيد ما تنقص. كان واحد الحالة خاصة، يعني كتلقى واحد الأستاذة أو الأستاذ مترشح كيسولوه بالعربية وبالفرنسية في نفس الوقت. علاش؟ حيت هذا الأستاذ هذا ولا الأستاذة غادي يدرسوا مادتين العربية والفرنسية، وخا هذه الحالة كتكون نادرة، حيت في المعظم كنلقاو أستاذ خاص بالعربية وأستاذ خاص بالفرنسية. بالنسبة للأستاذ خاص بالفرنسية غالبا كيسولوه بالفرنسية، في بعض الأحيان كيسولوه بالعربية، أما الأستاذ اللي غادي يقري اللغة العربية غالبا ما كيسولوه باللغة العربية، ما كيسولوه لا بفرنسية لا بأمازيغية. مهم، ندوزو لأول سؤال. يمكن لك تعرف بنفسك. شكرا. الاسم ديالي هو عبد القادر بن علي بالعربي، السن ديالي 30 سنة، كنسكن في مدينة مكناس. حصلت على شهادة البكالوريا سنة 2010 وعلى شهادة الإجازة سنة 2023. المهم، بالنسبة قدم نفسك، إلى سولك باللغة العربية غتقول لهم الاسم ديالي هو فلان، من مواليد سنة كذا، بمدينة كذا، حاصل على البكالوريا أو الإجازة أو الدبلوم في شعبة كذا، ولدي تجربة في كذا. إن لم تكن لديك تجربة فلا داعي لذكرها. أما بالنسبة للغة الفرنسية سيقول لك بريزونتي فو. بكل بساطة غادي تقول له جو مابيل فلان جي، يعني السن ديالك، جو سوي سيليباتير او ماريي. بغيتي تقول هادي تقولها، ما بغيتيش، انت حر. جو سوي دو، يعني المدينة اللي انت فيها. جي اوبتوني مون بكالوريا اون لتر بي سي مات اتسيتيرا، يعني الشعبة اللي خديتي فيها البكالوريا. كانت عندك شي اكسبيريونس كتذكرها؟ ما كانش، فلا داعي لذكرها. شنو كتعرف على التعليم الاولي؟ التعليم الأولي هو واحد الميدان اللي مزيان، الميدان اللي باش يكونوا مستعدين للسلك الابتدائي. ماذا تعرف عن التعليم الأولي؟ بكل بساطة الأمر واضح، أتقول له التعريف ديال التعليم الأولي. التعليم الأولي هو مرحلة تعليمية أولية تهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات إلى 6 سنوات، وتم دمجهم مع التعليم الابتدائي. يعني التعليم الأولي ما بقاش منفصل ولا مندمج مع التعليم الابتدائي، ولاو كيشكلوا لينا سلك واحد اللي هو سلك التعليم الابتدائي. علاش اختاريتي هذه المهنة؟ علاش اختاريتي التعليم الأولي؟ اختاريت هذه المهنة هذه حيت كيعجبني نقري البراعم ونقري الكتاكيت والبراءة ونخدم معهم أنشطة ثقافية عريضة وكيعجبني أنا نخدم مع الملائكة. هذا الشيء اللي كاين. بالنسبة للسؤال الثالث اللي هو علاش اختاريتي التعليم الأولي، بكل بساطة اذكر لا براعم لا رسوم، لا، بكل بساطة غادي تجاوب حيت هو المجال الوحيد اللي قادر نعطي فيه وعنده قيمة كبيرة بالنسبة لي. صافي، سبق لك خدتي شي تجربة في هذا المجال؟ وهي في الصراحة كنت غادي ناخذ واحد التجربة ولكن ما كتبش. عرفتي عدير؟ نوض نوض أه؟ وغبر كمارتك. السؤال الرابع، واش سبق لك خديتي تجربة في هذا المجال؟ إذا ما كانش عندك تجربة هتقول لا، كانت عندك تقول نعم، ويمكن لك تزيد. كانت لي تجربة لمدة 2 سنين في القطاع الخصوصي أو في محاربة الأمية. إذا كانت المدة قليلة فلا داعي لذكرها، يعني إذا كانت عندك أقل من سنة بلا ما تقول لي من الأشهر اللي دوزتي فيهم هذه التجربة هذه. بكل بساطة، المهم هذه الأسئلة اللي كتكون بشكل متكرر، حتى الأساتذة أو اللجنة اللي كتسولك كيكونوا شخصين ثلاثة، بعض المرة كيكون غير المدير بوحدو تيسولك عادي، يعني جاوب بطلاقة بشكل عادي، ما تخلعش ما تدهشرش، يعني انت ما تعتبروش انه اخر، تعتبرش اخر فرصة، داكشي عادي، ونتمنى التوفيق للجميع. ما هو الفرق بين التعليم الأولي والتعليم الابتدائي؟